هذا الشرف نتاع المدينه مدرسه الرسول وفيها صوفيه وفيها بلغ رساله الله. لهذا قال العلماء انها افضل مكه. افضل مكه علاش؟ لحلول رسول الله فيها ولاستصغار رسول الله ولتاديه امانه الله فيها. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلغ هذه الرساله السماويه اللي خلقها الله لاجلها بالمدينه المنوره. وسوى هناك دفين وتشرفت بقوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنباري روضه من الجنه. الله هذه من يقولها في ما بين بيتي ومنباري روضه من رياض الجنه. يوم القيامه هذيك الروضه وجهي يعني من بعد على المصطفى يجلس عليه في الجنه. وكل من صلى هناك مغفور له. وهذا سيدنا الرسول الكريم ما بطل ما حل من رضا الله ما حل من رضا الله. يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم ان المدينه مشبكه بالملائكه كرغمين ضي ربيع. كيف لا تكون هذه المدينه افضل من مكه لحلول رسول الله فيها؟ لهذا قال جد في سيرها ايها المحب ايها الصادق ايها العاشق ولا تكل ولا تعجل ولا تمل ولا تسأم لما فيها الرسول العظم لما فيها من الخيرات والبركات لما فيها من الصحابة الأجل الكرام المصطفين الخيار الذين شهد الله لهم بالجنة منهم الأربعة والعشرة وأهل بدر. أوحى الله تبارك وتعالى إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أهل بدر اعملوا ما شئتم. هذا الفضل نزل فين؟ بالمدينة. والإمام مالك دعاه المنصوري خليفة المنصوري ليحج معه وكان مريضا. ومالك عباسي يعني خلي رأى الرسول الكريم. الله 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 قالوا يا سيدي رسول الله الخليفة يدعوني نحج معه واني مريض ونخاف الموت المغسلين ثاني هنا أمل. قالوا خطي الله واطي رسول أو يمينكم وروح قد حج معه وتموتين. الله 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 ذهب الإمام مالك وحج مع المنصوري ورجعه بعد ايام قلائي وتوفي في المدينه بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله تعالى عنه. واول من تنشق عنه الارض اهل البقيع. اول من تنشق عنه الارض اهل البقيع. واول من يدخل الجنه المصطفى صلى الله عليه وسلم اصحابه. الله 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 هذا فضل كبير. لهذا قال العلماء وبعض الصحابه ان المدينه افضل. وانا اقول بذلك. الله الله هذا يعني عند اهل ذوي البصائر محقق محقق. مولانا جبريل سار الضاد بالليل والنهار يا احباب كب الف مره فضل عظيم. سلطان الملائكه يسار الضاد باحكام الله على المصطفى صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار. وهناك مدرسه الرسول العظيم منها هناك خرج شيخ الاسلام ابو بكر الصديق وما ذاك ابو بكر الصديق. الله 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 الذي فوز يعني ايمانه أهل الدنيا. نعم في كفة ويوم كلها رجحت إمامك الصديق. وهناك الإمام الأعظم سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي شهده الله سبحانه وتعالى في إيمان آية. وهناك الخليفة الثالث سيدنا عثمان بن عفان وما أدرك الصحابي الجليل العظيم لا يعلم من خاف عند الله إلا الله. وهناك الإمام الأعظم سيدنا علي كرم الله وجهه. وهناك عبد الرحمن عفو وهناك سعد بن وهناك وهناك, وهناك. شيء عظيم. حتى جاء يعني في من توضا وصلى ركعتين في مسجد قباء تعدل عمره له اجر عمره تمه. الله فضل كبير. ركعتين صليها في مسجد قباء يكتبك الله سبحانه وتعالى قدر عمره تمه. شرف كبير هذا. منين هذه قباء؟ فهمناش شي شيء يعرف خطر المدينه ويخطر الخير ديالها. وهناك ارواح الشهداء. شكون هاد الشهداء؟ محمد رسول الله والذين معه الذي ذكر الله اوصافهم في التوراة والانجيل. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار الذي كان الرجل يقسم بواه ويقسم ولده على محبة رسول الله. ثبت ان سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان يقاسي ابنه محمد قبل اسلامه يمزع بك تقطع راسه وهو يهرب. وثبت سيدنا عمر بن الخطاب يقسم بواه بأبي أنت وأمي أفدك يا رسول الله. لهذا قال الله سعين الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة أنفسهم وأموالهم. علاش؟ ليكونوا أصحاب رسول الله، يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه.
ها فيها شو وقع؟ واقع هذا الخير وهذا الأمر بين مدينتي. وهناك الله تعالى نزل القرآن الكريم كله أكثره بل جله إلا قليل نزل فيه معلوم عن القرآن يعني بمكة. هناك الله تعالى قال أنتم كنتم خير أمتي خش الناس هذوك الناس بالمدينة أنتم خير أمتي بالمدينتي أنتم خير أمتي خش الناس صلى الله عليه وسلم خير أمتي يا أخي الآية. وهناك كذلك قالهم سبحان الله هذه الأمة السبب نزول الآية عليهم. ولكن قاعدة عند علماء الأصول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولو كان نزلت عليهم حتى نزلت عليهم احنا شو يعني بعد احنا شبك وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء عندكم ورسول الله شهيدا في المدينة. هي تبعت القرآن وأسره ومعانيه ودقائقه تصيب كل شيء في المدينة. لهذا قال المدينة أفضل وما غلطش اللي قالها ما غلطش جد في سيرها فلست تلام هذه طيبة وهذا المقام على المصطفى لا يزاويها أحد المصطفى تما ويا العرش أنا في مجلس العرش حقا مقام عظيم محل نظر الله سبحانه وتعالى بالليل والنهار وكل من كان هناك مع الأدب يحصل هذا الخير. ولكن ما فيش الأدب ما يخافوا عليه. يقول بعض العاشقين مهما كان الحبيب هب نسيم فتراني من فوق وجد أهيم. يقول صلوات الله وسلامه عليه إن الإيمان لا يأثر إلى المدينة إلى المدينة كما يأسير الحي إلى جحرها. وكل مؤمن يخاد من إشارة الحديث كل مؤمن يهوى ويشتاق إلى المدينة لأن الإيمان تحن إلى المدينة. هذا دليل قاطع إن الإيمان لا يأزر إلى المدينة كما يأسير الحي إلى جحرها. يخاد من هذا كل مؤمن يشتاق إلى زيارة المدينة وأن يصلي في مسجد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي أضافه الرسول إلى نفسه. الصلاة في مسجده هذا بألف صلاة فيما سواه في مسجده حتى قال في الإضافة أنه أفضل من مكة. الله 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 نعم. ولو كان الحي صلاح بألف صلاة في مسجد هذا لكن في قوله مسجدي آخر مسجدين في النبوة مسجد الرسول والدرع كثيرة يعني فض المدينة على غيرها. كفانا سن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عليه. وكل إنسان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر تعلقه بمحبته فيه. منهم من يراه كذا ومنهم كذا ومنهم يراه روحا ومنهم يسمى روحا لكل مقال مقال ولكل حال رجال الأمر يسلم لأهله أمر من وراء العقل. بينما في البشرية ينتأدبوا يا رب اكتب لنا وقدرنا في منزل رسولنا رسول الله نسأل واحد الخضوع واحد الأذى واحد التواضع. إن تواضعنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى رحم الله سيدي محمد الثاني في إشارته في القرآن يقول حتى إذا جاءه مثل شيء وجد الله عنده ووجد الله عنده. الله سيدي محمد الثاني رحمه الله عليه المقصود يقول في إشارة هنا من السبعينية يقول حتى إذا جاءه لمثل شيء وجد الله عنده. إن الذين يبيعون لك إن يبيعون الله. الله الله هذا مقام العارف المحققين يعرفون الرسول الكريم. فنسأل الله أن يوفقنا لمحبة رسول الله ولزيارته. إن زيارة الرسول تطوي يعني مسافة عظيمة للمريد. دبكم مع الأدب يعني قلت مع الأدب كل شيء مع الأدب. وزيارة واحدة تكفيه. أنا عندي مرة واحدة إنسان يزور تكفيه مع الأدب ماشي عشرة خمسة مرة واحدة يدخل يدخل بانكسار وآداب وتواضع أمام الرسول الكريم يكفيه فيه تلك الزيارة ويقبل الله عليه. يدخل يزادم ويلعب في الناس ويشوف الأذن مرة واحدة يدخل تكفيك وشوف تدخل شو أصلاً السلام عليك الرسول بقى تصلي عليه في فاره في المدينة السلام عليك أيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقى تصلي في كل صلاة في كل تحية بقى تصلي عليه الله 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 أمك ربي
أن تصلي على هذا الرسول في كل صلاتهم، مش حسب في عهد المدينة. هنا ما تكون تحية لك السلام عليك أيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في كل صلاة يراها معك. سبحان الله، أنا كيف كن قولها هذه ما في مشكلة. كل ناس تحية لك السلام عليك، تحية نفسه صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي، ما فهم عنه ولا ولا فيرا السلام عليك الله. واش خطاب الحضور هذا مش مغار؟ نعم شكون خدام حضور هذا؟ السلام عليك يا خطاب الحضور يا فيرا هذا سؤال ها؟ سيجد منك فرعا وأصلا من غير كيف من كأية ها خصنا نعرفوا هالمعاني نتاع الدين نتاع الشريعة وندقوا هذا كمثل الحمار يحمل الصفر ما كحتى معنا هو الإنسان خصو يعني يتدبر تدبر لطوف يقع في حقيق كل إنسان ولا شيء فوقها أفلس ضبان القرآن ما لا خلق فالوها ولا خذ يصن القرآن لذكر كل شيء مش صن القرآن الكريم والحاجة لغا بسعية طب حاب يسعى عليها لكن خصو يفهم السلام عليك أيها النبي في كل ساعة كل ساعة ولا خدامك مش لا خدامك ما أبعدنا عن الفهم الله يرزقنا التوفيق في الأعمال الصالحة.